السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، كل الناس اللي مشتركة عندي على راسي والله، واتمنى الناس اللي مش مشتركة تشترك عندي. النهاردة هبدأ بروتيني عندي الطيور. ده الاكل ده عيش اهو، انا مغطساه في ميه اهو، وبستنى يعني ما بيكملش ثواني ويبوش اهو، وبحط عليه شويه رجيع اللي هي السرسه ديت اهو، وباخلطه له. دي على فكره الخلطه ديت بتخلي الفراخ تبيض، بتحمل على الوش بتاع البيض بتاعها اهو. نحطه لهم هنا اهو، وعزيديت لان دي انا مخصصاها، الفولة دي بعمل لهم فيها، وحط لهم هنا هو الجركن يعني كان جميل كده، حطه لهم اهو بياكلوا فيه. دي احسن حاجة، وحاجة خفيفة خالص يعني، هي ما بتكلفش. العيش موجود عندنا على طول، والرجيعة دي انا بجيب كل فين وفين شوية. وبرده ما بنساش فضلات الطعام اللي في المطبخ. شوفوا ده بطيخ اهو، كان بيقطعاه قطع صغيره اهو، بيرغبوه بيحبوه، الفراخ بيجي كده بيبل لكم بيحبوه بيرغبوه، شوفوا بياكلوا منه ازاي، هما خايفين منه هما بعيد. مش عارفه الفراخ ديت فيها جبن كده، اول ما الواحد يدخل بيبعدوا كده، مش زي الفراخ البيضة ولا الساس ولا الهجين، بيبقوا طيبين كده بييجوا دول كده، ايه لو ريشة كده طارت يطلعوا يجروا. هم بياكلوا، ما هم بيكون ياكلوا ما هم، والوزة جاية من بعيد تاكل معهم اهي. جيت اهو غيرت لهم المية، لازم المية غيرها لهم على طول، المية تكون نظيفة زي ما انتوا شايفينها كده. ده اهم حاجة تخلي الطيور تدي انتاج وصحتها تبقى كويسة، لان اهم شيء المية. وجيت رحت للكتاكيت الصغيرين دول بياكلوا بادة اهوت، محطوط لهم اهوت، ببيتهم في الكرتونة اللي هناك ديت كده، لسه صغيرين دول يعني عشان يحموا نفسهم كده. وجيت رحت للغسيل بأعمل الأسمر والحاجات الغامقة بتبقى لوحدها، والأبيض بوديه لوحده. أنا حطيت الأبيض، أنا حاطة الأبيض اهوت والفاتح، حتى الحاجات الفاتحة يعني ده السريرة هي، شوفوا حاطة أوكس من ده كستيه أوكسجين، شوفوا بيطلع الوسخ على طول، هو يعني وسخ الصيف ده بيبقى عرق، بس برضه شوفوا السرير برضه رغم ان الواحد بس برضه فيه الميه يعني برضه ما هيش نقيه هي. وبرجع التشطيه دي في الميه باخد من الغساله احط هنا، هي الغساله نص اوتوماتيك حار، ما برضاش احط هنا في اللي هو في المجفف على طول، لا لازم اغسلها ادعكها الحاجه كده على ايدي الاول وانا بشطفها يعني. الرغوة طالعة فوق ازاي عند المفاتيح بتاعت الغسالة، انا بحب اكتر في المسحوق او الاكسجين ده، حلو ثقتي فيه كويسة يعني بيفور اي وسخ. احنا هنا في بيئة فلاحين يعني، دي شجرة وردة هي دي جنب البيت عندنا اهوت، شوف البيت اهوت، فالجو هنا كله جو فلاحين. جبت الغسيل الغامق اهوت حطيته في التشطيه اهوت عشان انشره. البيئه اللي حوالينا كلها فلاحين، شايفين هاي ما هي، وده ذره ولب، والارض اللي هناك دي محروطه عشان الرز تنزرع رز يعني، ده بيتنا اهوت مطل على الاراضي الزراعيه. ودي الهدوم الفاتحه والبيضه هي في سبت الغسيل هنا، جبتها في البلكونة التانية، ومسحت المشابك والحبال والترابزين بتاع البلكونة هوت، كل ده بنضفه قبل ما بأنشر الغسيل. دي خلصت تنشير هنا هوت في البلكونة اللي هي في اللي فيها الهدوم الفاتحة اهيت.
وادي الهدوم اللي هي الغامقة هيت، نشرتها رخرة هيت في جو الفلاحين ده الحلو ده. احنا الفلاحين دايما مسيطرين. وجيت طلعت المخدات والخداديات في الشمس اهوت في البلكونة، تهوية مهمة، والشمس لازم تدخل الأغطية والمخدات والحاجات ديت خصوصا اليومين دول، وطبعا وغير اليومين دول البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. وجيت طلعت طماطم اهوت علشان هعمل مكرونة، فالطماطم دي انا غسلتها كويس خالص بمية جارية، بس الاخر ده الجزازة ديت انا حاطة فيها خل مخفف بمية. اي خضار او اي فاكهة بروح حاطة شوية كده وما اشطفهوش، يعني ده مية خل متخفف بمية، يعني في المكان الايادي والفلوس والسواق وربنا يستر. انا هخرط الطماطم اهوت في الخلاط، انا بعملها كده علشان يعني ايه اما ببقى مستعجله لازم اقطعها حتت كده. حطيت هنا بيضه اهوت، بيض باسلوب، وديت ميه المكرونه بحط على البيض. انا غسلت البيض واحده واحده بضايه بضايه، بغسلها كده بخلي الميه خيط كده وايه، وافضل اغسل فيها يعني ما تتكش لا تنكسر. واحط بعد ما اغسلها غطاها بالميه كده واحط شويه خل، خل مش رديته، خلي اي جراثيم او ميكروبات برضو. وادي شويه ملح برضو على البيض، وهحط على مية المكرونة ديت شوية ملح كويسين كده يعني عشان طعم المكرونة. انا ما برضاش احط في المية بتاعت المكرونة زيت عشان الزيت بتبقى مادة عزلة بين المكرونة وبين الصوص، ما بحطش الا الملح وخلاص. وهاجي على البطاطس ديت، انا عاوزة افرصه، بفرز يعني اول باول كده، ما بفرصش كميات كبيرة عشان بتبقى وجبة يعني، فبعملها بالمكشرة بتاعت البطاطس هي الأول. كيس المكرونة هو هفتحه وأحطه، هي مكرونة يعني مش فايف ستار يعني، ده مكرونة تمويل. بقلبها كده كل شوية يعني كده، عاوزة اضحك عليهم النهاردة، اعمل لهم مكرونة ببيض مدحرج كده ببطيخ. الجماعة يعني الفلاحين دول ناس طيبين، ما بي عادي يعني بيحكموش رأيهم يعني، الا ولازم ياكلوا اكلة معينة اللي موجودة عندهم بياكلوه. حطيت في طاسة هو الدقوس مع ملح مع فلفل احمر، يعني انا عامله صوص للمكرونه. واحط الطماطم اهيت من الخلاط، لما باجي اشتغل على النار ببقى موطيه، اعلي عليها شويه اهي. هحط شوية خل، الخل بيدي لها نكهة حلوة للمكرونة. وهقشر البيض اهوت، بقشره مكان برضو القشور بتاعة البطاطس، كل ده علشان كل ده هيروح للطيور. انا ببدا بالحته اللي هي العريضه ديت واروح ناحيه الحته اللي هي الرفيعه ديت، فالبيض يعني وشويه الخل برضو بيخليها ايه، ما فيش حاجه تلتصق فيها.
صلصة الطماطم هي لما استوت والزيوت طلعت فوق، حطيت شوية. طبعا انا مولعة هنا على الحلة بس مطية خالص، بحط شوية كده اهم. وحط المكرونة، المكرونة شوف مع هي الزيوت خالص اهي، فبتشرب الصوص على طول. كنت مصفيها في الحوض، واروح حاطه الشويه اللي فاضلين من الصلصه على وشها. انا بحب المكرونه اللي بيكون الطماطم بتاعتها كتير، الصلصه تبقى مركزه كده. كده انا موطيه عليها، هي بتكمل سوا كده مع نفسها كده. الصوص ده ياخد ويدي كده مع بعض، وكله يجي مع بعض في المكرونه. شوف المكرونه شكلها حلو ازاي، ولا الريحه ما شاء الله. التوم مع الفلفل الاحمر مع الخل مدي نكهه جميله ليها. وجيت حطيت اهوت الطاسه ديت، حط عليها حطيت حته سمنه بلدي، حط كمان حته هيت معليه اهو. نشرت البيض اهوت، ادحرجه كده في حته سمنه بلدي تخلي ريحته حلوه. السمنه البلدي دي بتدي طعم وريحه لاي اكل. ما كترتش السمنه بلدي يعني برضو، علشان يعني ايه يدوبك الريحه والطعم كده. حطهم اهو. اهو بدحرجه كل شويه، ما شاء الله ريحه السمنه البلدي فايحه في البيت كله. اهمت يا حبايب، بعد ما طلعتهم اهمت من السمنه البلدي منظره وريحته تحفه. وتفضلوا، علشان انا هحط الغدا تيجوا تتغدوا معانا. وده كان بعض من روتيني النهارده، ودمتم في امان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.